السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس الفيروسات والبريونات للصف الأول الثانوي مدارس دار الثقافة الأهلي. تعال نتكلم على الفيروسات والبريونات. الفيروسات والبريونات أصغر وأقل تعقيدا من البكتيريا، وهي تهاجم الخلايا وتغير وظيفته. طيب، هل كل الفيروسات ضارة؟ قال لك بعض الفيروسات ليس ضارا، وبعضها الآخر يسبب العدوى للإنسان والحيوان والنبات. طيب تعال نشوف بقى، تعال نشوف تعريف الفيروس. الفيروس هو شريط غير حي، من مادة وراثية. ممكن تكون هذه المادة الوراثية الدي ان اي او الار ان اي، ولا يكون الاثنين مع بعض، واحد منهم. يحاط بغلاف بروتين لا يتضاعف من تلقاء نفسه، ويغزو الخلايا الحية ويسبب لها مرضا. ادي الشريط المادة الوراثية. يحاط بغلاف بروتين، ادي الغلاف البروتين. طيب في سؤال مهم هنا بيقول لنا، علل. معظم علماء الأحياء لا يعدون الفيروسات حية. نقول الإجابة لأنه لا يتحقق فيها جميع خصائص الحياة، أي ليس لديها عضيات لتحصل على المواد الغذائية أو لتستخدم الطاقة. ومن الصفات برضو أنها لا تتحرك ولا تتكاثر بنفسها دون الاعتماد على المخلوقات الأخرى. بالنسبة لحجم الفيروس، الفيروس لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني طبعا، وهو أصغر التراكيب المسببة للمرض، ولا ترى إلا بأقوى المجاهر، هي المجاهر الإلكترونية. تتراوح حجمه ما بين 5 إلى 300 نانو متر. بالنسبة لتركيب الفيروس، فالفيروس يتكون من مادتين أساسيتين، اللي هي حمض نووي، قلنا الدي ان اي او الار ان اي وليس كليهما، وغلاف بروتيني، يحيط بالحمض النووي. طيب تعال نتكلم على كيفية العدوى الفيروسية. طيب قال لك يلتصق الفيروس بالغشاء الخلوي، اللي هو الغشاء الخلوي للخلية اهو، بس بشرط يكون له مستقبلات خاصة، اي يتوافق المستقبلات بتاعت الفيروس مع مستقبلات الغشاء الخلوي، وهذا يفسر عدم قدرة الفيروسات الانتقال بين الخلايا المختلفة لوجود مستقبلات خاصة. طيب تدخل المادة، لما يدخل الفيروس كله داخل الخلية، لما المحفظة لا تدخل ويدخل الحمض النووي. بعد كده ثم يستخدم الخلية للتضاعف، وذلك بإحدى الطريقتين، دورة التحلل ودورة الاندماجية. يعني العدوى الفيروسية بتتم بطريقتين، دورة التحلل والدورة الاندماجية. في دورة التحلل ايه اللي بيحصل فيها؟ قلنا بيطلب الفيروس او الكروموزوم بتاع الخلية من كروموزوم الفيروس بنسخ عديد من المادة الوراثية، وبرضو تكوين المحفظة على قد عدد الكروموزومات اللي اتكونت، او الدي ان اللي اتكون او الار ان ايه المادة الوراثية، يعني تتكون محافظ وتدخل كل محفظة، المادة الوراثية تدخل كل محفظة ويتكون الفيروس، لما بيخرج عن طريق الإخراج الخلوي، لإما عن طريق الانفجار.
واللي بيحصل كده هذه الدورة تحلل موجودة في الفيروس المسبب للرشح أو الانفلونزا. طيب في دورة تانية اسمها الدورة الاندماجية، تعال نشوف اللي بيحصل فيها. بيدخل الفيروس أو المادة الوراثية ويصل إلى كروموزوم الخلية ويندمج معه، يتصاحبه يعني، في دنه في فترة كمون أو سكون، ممكن شهر، ممكن سنة، ممكن عدة سنوات، إلى بسبب عوامل مختلفة إلى أن ينشط مرة أخرى ويتم تاني بنسخ فيروس من جديد، ويحصل زي اللي بيحصل في دورة التحلل. والمثال الموجود في الدورة الاندماجية القوباء التناسلية، القوباء التناسلية. يعني انا قصدي اقول هنا بيكون في دورة التحلل، عايزين نعمل مقارنة، دورة التحلل بتكون دورة نشطة، هنا ده بيكون فيها ايه، دورة ايه، غير نشطة. هنا بتكون سريعة، هنا بتكون بطيئة. هنا المثال الرشح والانفلونزا، هنا المثال بيكون القوباء التناسلية. تعال نشوف كمان في طريقة للتكاثر أو باسمه الفيروس الارتجاعي. احفظ معايا كلمة ارتجاعي، هو الفيروس اللي يحتوي على الار ان اي، ارتجاعي، ار ان اي، ارتجاعي، ار ان اي، عشان تفتكرها يوم الاختبار. تعال نشوف الطريقة ايه بيحصل. ان طبعا بيهاجم الفيروس الارتجاعي ده هو الجدار الخلية، وطبعا بيكون موافق في المستقبلات الخاصة بتاعته، وفيها بيدخل الانزيم اسمه الانزيم الناسخ العكسي من الفيروس الداخل للفيروس الارتجاعي مع المادة الوراثية اللي موجودة جواه اللي هي الار ان اي. ادي دخل الفيروس الانزيم الارتجاعي ودخل معاه الار ان اي، بيبتدي بعد كده هوت ويدخل بقى ايه، ينسخ منه، يكون بقى الار ان اي، يكون الدي ان اي، يدخل الدي ان اي جوه النواه ويندمج مع كروموزوم او الخليه ويبقى في فتره كمون. لو ما يعوز بعد كده ينسخ نفسه بيتحب الدي ان اي اللي اتكون، ويكون ار ان اي، ويكون المحفظه، وبيخرج بالانفجار او الاخلاء. طيب اي بعد التصاق الخليه ودخول الار ان اي للسيتوم، يقوم انزيم النسخ العكسي بانتاج دي ان اي فيروسي مستخدم ار ان اي كقالب. يعني الار ان اي الاساسي هيكون الدي ان اي، الار ان اي بتاع الفيروس الداخل والدي ان اي بتاع الفيروس اللي الداخل برضه، بس هو اللي كونه. طيب ينتقل الدي ان اي الخلية ويندمج مع كروموزومات الخلية، يبقى في فترة سكون قد تصل الى عدة سنوات، ثم ينشط بعد ذلك ويستنسخ ار ان اي من الدي ان اي اللي كان مستنسخ قبل، ويخرج فيروسات جديدة. ايه المثال بتاع الفيروس الارتجاعي؟ فيروس الاتش اي في او مرض الايدز. تعال نشوف بقى درس تاني خالص، البريونات. هل هي البريونات ديت عبارة عن مخلوقات حية؟ قال لك لا. ما هي البريونات؟ البريونات خلي بالك من كلمة بريو، هي نوع من انواع البروتين، بروتين عادي موجود في الجسم، في المخ، في بعض اجزاء الجسم، يسبب مرض، وممكن يكون بحالة طبيعية لا يسبب مرض، إن حصل له طفرة يسبب له مرض، يسبب هذا البريون. لما بيحصل طفرة فيه بتنطوي شكله، هقول أول نجيب لكم في الرسم ونقول لكم شكله بهذا الشكل. لو لا بالشكل، لما يحصل له طفرة بيتحول، ينكمش ويتحول إلى زي صفحات الكتاب كده. وطبعا زي البريون اللي بيصيب اسمه الاعتلال الدماغي، فلما بينكمش مسبب انفجارها، فينكمش حجم الدماغ المصاب ويصبح اصغر من الطبيعي، لذلك يسمى باعتلال الدماغ الاسفنجي. طب ما نقول تاني ملخص للكلام ده، هل ده بيحصل بس؟ قبل ما نقول ملخص،
ليه الانسان بس؟ قالك لا، قالك جنون البقر بيحصل في بعض الحيوانات بسبب جنون البقر. وسبب ايه جنون البقر؟ في البروتين موجود دهوت، اللي هو البروتين اللي هو هيسبب اللي بيتحول لبريونات، بس تحول لبريونات ليه؟ حصل له طفره لتغيير طبيعه اكل هذا الحيوان. كان طبعا انتوا عارفين ان البقر والغنم بياكلوا اعشاب، احنا غيرنا بواسطه علف كان محطوط عليه مواد حيوانيه، فحصل ايه؟ اضطراب في الغذاء، طريقه التغذي بتاعه، وادى الى طفره فحولت له نوع من انواع البروتين الى بريونات. اختصارا للقول، البريونات بروتينات تسبب عدوى او مرض، وبيسمى بدقيقيه البروتينيه المعديه، وليس مخلوقات حيه، ونتيجه وهيك لحدوث طفره، من امثلتها اعتلال الدماغ الاسفنجي وجنون البقر. طيب ادي الانكماش اللي هنشوف الوزن، ادي حجم المخ لغايه اللون الازرق ده، حصل له انفجار للبريونات فعمل له ضمور او انكماش للدماغ، وده بنسميه الاعتلال الدماغي الاسفنجي. نشكركم على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.